بس قبل ما نبتدي عجلة الحظ عايز ارحب بضيفه من الجمهور اللي معانا النهارده، آمنة من مدرسة البشاير. ازيك يا آمنة؟ الحمد لله. آمنة مبسوطة ان انت معانا في الاستوديو؟ جدا. طيب آمنة، انا سمعت حكاية كده قبل ما ندخل الاستوديو عن آمنة ومشكلة التنمر. كنت بتعرض للتنمر في مدرستي قبل البشائر، بس الحمد لله وقف التنمر اول ما جيت هنا الحمد لله. وتعاملتي مع الموضوع ازاي؟ طبعا في الاول كنت واخدة فكرة سلبية عن الموضوع، وبعدين بمساعدة من اهلي عرفت اتجاوز الموضوع بتفكير ايجابي. يعني انا يعني تمسكت، فضلت ما استسلمتش، يعني ما سبتش نفسي للتنمر. يعني طيب رسالتك ايه للطلبة زمايلك في مشكلة التنمر في المدارس؟ تقول لهم ايه؟ اول حاجة، اي حد تم التعرض للتنمر قبل كده، انا بقول لكم دلوقتي لازم تقولوا لحد، لان اغلبية الناس اللي بيتعرضوا للتنمر بيكونوا ما بيقولوش لحد. ليه؟ لان المتنمرين بيهددوهم، يقولوا لهم لو قلت لحد هعمل فيك كذا وكذا وكذا وايه، ويقعدوا يهددوهم ويخوفوهم، علشان دايما المتنمرين بيلعبوا على حبال الخوف بتاعت الضحية بتاعتهم، دايما بيزرعوا فيهم شعور الخوف وبينموه قوي عشان خاطر يقدروا يتحكموا فيه براحتهم، عشان دي متعتهم. فعشان كده ايا كان اللي حصل لك لازم تقول لحد، ما تسيبش نفسك، وإلا الموضوع هيوصل لدكاترة نفسيين ومشاكل محدش يحب يسمع عنها. أتمنى لك كل التوفيق وبشكرك على المفروض اللي انت بتعمليه. نرجع